إننا للموت عشاق الحسين، إننا للموت عشاق الحسين، إننا للموت عشاق الحسين. هتف الصوت ينادي يا حبيبي يا حسين، يا إمام الخلق أنت وابن خير المرسلين. هتف الصوت ينادي يا حبيبي يا حسين، يا إمام الخلق أنت وابن خير المرسلين. إننا نخطو خطاكم ونباهي العالمين، إننا نخطو خطاكم ونباهي العالمين. سيظل الصوت يدوي ويهز الناصبين، سيظل الصوت يدوي ويهز الناصبين. إننا للموت عشاق الحسين، إننا للموت عشاق الحسين، إننا للموت عشاق الحسين، إننا للموت عشاق الحسين. اسمك للأبد دمي كل ساعة يفور جدد لدمك عهد. آه يا نبض الدليل تصيح باسمك للأبد، دمي كل ساعة يفور جدد لدمك عهد. حبك التيم دليل يا حسين من المهد، حبك التيم دليل يا حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة المهدي الفضائية، أهلا وسهلا بكم في هذه التغطية الخاصة ومن داخل مدينة كربلاء المقدسة وبالقرب من مولاي سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. وهذه الجموع الغفيرة الزاحفة، نحن قبة الأحرار التي سحفت سيرا على الأقدام من كل بقاع العالم، منهم من جاء من طريق نجف كربلاء، ومنهم من جاء من الفاو أبعد نقطة في جنوب العراق. الحقيقة في مدينة كربلاء هناك مواكب خدمية عديدة، ولفت انتباهنا هذا اليوم هذا الموكب العريق، موكب بسيط من شباب. هذا الموكب يقوم بغسل ملابس الزوار، مثل ما تشاهدون غسالات واضحة في الطريق، اللي عنده ملابس تلفانة تعرفون طريق وأتربة وغبار فيقومون بغسل ملابس. فراح نتعرف على الاخ هنا ولو مشغول جدا هو. السلام عليكم. اهلا. عليكم السلام ورحمه الله. هنيئا لك هاي الخدمه الجميله اللي تقدمها. الله يوفقكم. والله احنا اللي اسمه هيثم صبيح شبيب من اهالي محافظه البصره. والنعم. موكب قائم ال محمد. الله يبارك. والله صار لنا هنا تقريبا بالعشرة ايام 12 يوم. نعم. خدمه زوار ابو عبد الله الحسين. هيثم شنو غسل ملابس مو؟ اي والله غسل ملابس وخدمه الموكب. نعم. والله احنا بعد هذا يعني جاي نسوي شيء قليل. شلون اجتك هاي الفكره سويت هذا الموقف؟ والله الخدام يعني جاي يتنوعون بالخدمه في سبيل التقرب الى ابا عبد الله الحسين ونال شفاعه ابا عبد الله الحسين. كم يعني غساله عندك؟ والله عندنا تقريبا 6 غسالات او 7 غسالات. نعم. اي ونغسل يعني من الصبح ثاني يوم الصبح شفتات والله. عليك ازدحام. اي والله شفتات بعد في خدمه الزوار، اخواننا الزوار الايرانيين وجميع دول العالم. اي والله احنا بخدمتهم ان شاء الله. شعور تتداعي الخدمه يا والله يعني شعور ما له مثيل، والله مرتاحين يعني ماكو صراحه. سؤال تفضل. انت بالبيت تغسل ملابسك يو لا والله لا هي كل الخدام بالبيت. لا بيتك انت لا لا والله الاهل. لا والله الاهل الاهل هسه يعني الـ 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 يعني انت ملابسك ما تغسلهن بالبيت؟ لا والله ما اغسلهن. لا ما اغسل. انت توقف من الصبح اللي تغسل أيوه ملابسك. انا اغسل جوراب الزائر، اغسل سروال الزائر، انا بخدمه الزائر. خلص زياره ال 40 جواريبك ما تغسلهن. اي والله ما هاي كل الخدام طبعا هيك. شنو هذا الدافع اللي خلاك؟ والله دافع الامام الحسين وبركه الامام الحسين وثورة الامام الحسين التي الله سبحانه وتعالى انعم بها علينا وعلى شيعه امير المؤمنين. الله يبارك فيك. الله يبارك فيكم جميعا. الله يبارك فيكم جميعا. نتمنى من الاخوه يحذو حذو ميثم يقدموا الاكثر والاكثر غسالات، يعني كل موكب يخلي بيه 7 غسالات 8. اي والله هو سنه على سنه الزائر خطيه من يجي حيره وين يغسل ملابس. اي والله بس هي سنه على سنه الخدام جاي تتنوع بالخدمه. يعني هذا اللي يغسل ملابس، هذا اللي مساحيق. عندك مساحيق؟ مساحيق عندنا. اي والله عندنا مساحيق هاي موجوده. اي والله نتمنى لك الخير والتوفيق للجميع ان شاء الله. التوفيق للجميع ان شاء الله. اننا للموت عشاق الحسين، اننا للموت عشاق الحسين، اننا للموت عشاق الحسين.
عشاق الحسين، إننا للموت عشاق الحسين، إننا هتف الصوت ينادي يا حبيبي يا حسين، يا إمام الخلق أنت وابن خير المرسلين. هتف الصوت ينادي يا حبيبي يا حسين، يا إمام الخلق أنت وابن خير المرسلين. إننا نخطو خطاكم ونباهي العالمين، إننا نخطو خطاكم ونباهي العالمين. المشاهدين طبعا احنا مستمرين بتغطيتنا هذا للمواكب الخدمية اللي تقدم الطعام والشراب للأخوة الزارين القادمين إلى كرملة. فنشوف أحد المواكب راح ناخذهم الخدام واحد واحد ونشوف خدمتهم للزوار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عدي صبيح، عدي صبيح قضاء القرن البصرة. الله يسلمك. نعم نعم، بني مالك دائما، بني منصور، بني منصور وبني مالك كله سمج، كله سمج. نعم اليوم جبتوا السمج للكربلاء، مدينة كربلاء. اذا احنا صارنا تقريبا بالسبعة ايام هنا الحمد لله والشكر، يومية بين يوم سمج يوم مثلا لحم، يوم سمج يوم لحم. اكثر شيء سمج. شيء الزوار يعني عندهم رغبة باكل السمج؟ تقريبا الاغلبية يرغبون السمج، شيء لان السمج محبوب عند اهل، بالاخص عند اهل الجنوب. كربلاء ولا جبتوه من القرنه؟ لا من كربلاء. إيه اليوم جبنا تقريبا كاريبي ولا شنو؟ كاريبي كاريبي. احنا نسميه سمتي، يسمونه كاريبي. نعم نعم. حجينا الغالي، السلام عليكم. السلام موفقين لهاي الخدمه. السلام عليكم. اليوم اشوفك انت واقف على هذا القدر اللي يغلي ودرجه الحراره عاليه، شو تقول انت بهذا اليوم؟ والله خدمه الحسين شرف الكل، كل ان شاء الله. يلا واحنا هاي من 4 الصبح مستمرين على هذا الشغل. هذا تقريبا ايش قد سمك يغلون باليوم يعني؟ والله هذا 200 كيلو يعني مليون ونص تقريبا. مليون قطعه يعني؟ ايه. لا مليون ونص السعر مالته؟ السعر مو ريت على يعني عدد القطع يعني كم سعر اليوم يحصل؟ بل الف تقريبا. الف 250 كيلو. ويوميا 250 وهم بالزودون؟ والله حسب ال احنا باقينا يومين على الزيارة. ايه. ها؟ ايه. الفليسات اللي عندك كلها نصرفهم وخلصهم، شو تقول؟ لا كلهم يصرفوا ان شاء الله، ما اضر شيء. باقينا يومين وزيارة الأربعين، فانت تبقى لا هي محسوبة، اللي يجيب فلوسه آخر يوم يصفر ويرجع. ما ترى هاي الخزينة اللي نقول المال، ها؟ ايش ما تب هو باقي نفسه. لا هو بركة، ايش ما تكسري الله يزودها. حياك الله. هلا مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، الله يخليك. ابو منتظر مسؤول موكب فاعه مال محمد من القرنه. احنا كل احنا موكب واحد. تشتغل موكب مال موكب قاعه مال محمد. ابو منتظر شنو عملك انت بالموكب؟ انا كفيل موكب. مسؤول عن الموكب. انتم المجموعه يعني كلكم مشتركين بي وبس على ابو منتظر؟ لا كل احنا مشتركين بي. كم واحد؟ احنا تقريبا الاساسيين 3 نفرات بس، باقي الناس هم تتبرعوا يعني وتساهموا ايضا. نصب الموكب على طريق البصره، نصب موكب هناك بالقرنه. نعم. قبالنا ونفلش ونجي لهنا ننصب. ابو منتظر ما عندكم معوقات مع دوره خدميه في كربلاء؟ لا الحمد لله. مع الجهات يعني تعارضكم؟ لا الحمد لله والشكر كلها متعاونه، بس تعرف زياره ضخيمه وزياره قويه ويصير لود يعني مثل يعني المجاري ما يلحق يدخل هنا يشتغل وكذا. اولا هي سيارات كبيره هاي الحوضيه اكيد، وتعرف هاي المياه يعني ملايين البشر يغسل والمواكب تنظف وتغسل الاواني، فيصير لود على المجاري. اكيد ان شاء الله يسمعونا الاخوه ويجيبون ساحبات متطوره يعني تشبط هذه المياه من اماكن بعيده من الصرف الصحي. يراد لها تصميم جديد يعني، هاي المجاري قديمه. هاي الحكومه يسمعونا ان شاء الله وما يقصرون. احنا حقيقه حكومه كربلاء المحليه ومحافظها مسؤولينهم متعاونين جدا مع المواكب، كلش متعاونين. وايضا ناس كربلاء تطورت، لان هذه هي منظر العراق. شوف العراق الان كم دوله دخلت يعني الخليج وبعض الدول الاجنبيه، فكربلاء هي الان نقول روح العراق الان، الكل ينظر الى كربلاء، الكل ينظر الى كرم العراقيين. اكيد انا من خلال قناتكم الكريمه اريد اقدم رساله لكل العالم، كل العالم العربي. احنا نبقى نخدم الحسين،
لو قتلنا وذرينا وقتلنا ألف ألف قتلة لم نترك خدمة الحسين أبدا، ولم يعيقنا أي شيء عن خدمة يعني الحسين. يقول أبو منتظر عهد الإمام الحسين، عهد الإمام الحجة عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام، نبقى نخدم الحسين لآخر قطرة بأنفسنا. تبقى على عهدك هذا الإمام، نبقى على عهدنا لآخر، لو نقتل ألف قتلة ونذر بالهواء ونرجع ونبدأ ونرجع نخدم الحسين، ولا نخاف ولا أي واحد يعيقنا عن خدمة الحسين أبدا أبدا إن شاء الله بعون الله تعالى. رسالة للعالم، كل العالم خدام المواكب وخاصة الأخ أبو منتظر، يعاهد الإمام الحسين بأنه سوف يعاهد الإمام الحجة والإمام الحسين على الخدمة ما طول حي بالدنيا، وسوف حتى اللي بعده أولاده أيضا على عهد والدهم. نتمنى لك إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى خلقنا إحنا الشيعة، خلقنا لخدمة الحسين، إحنا مخلوقين على الفطرة لخدمة الحسين، الصغير والكبير وكلها صيح يا حسين على الفطرة. أقول لك كلام، لولاكم ما كانت زيارة الأربعين، يعني لا دولة تدعمهم ولا منام ياخذ هاي الملايين، صحيح مو صحيح؟ وخلنا وصل، إذا جاب لبيت خمس نفرات فطار تحير ايش تطبخ له؟ خلنا وصل لك فكرة، يعني خلنا وصل لك فكرة عن خدمة الموكب ومصرف الموكب. قسما بالله والله العظيم أنا أصرف على الموكب المالية كلها يمي، أنا من أخلص من الموكب عندي جرد ألقى صار فوق الخمسين ستين مليون، اريد اعرف هاي الفلوس منين اجتني شلون اجتني ما اعرف يعني. فاذا اكو ايادي، اكو ايادي خفيه خدمه الحسين ان شاء الله، والتمويل مال الحسين ما تصرف ان شاء الله، نفسه ويزيد ان شاء الله. الله يبارك فيك، الله يخليك ان شاء الله، موكبكم يتطور يا ابو منتظر، ان شاء الله العمر المجيد لكم جميعا، الله يوفقك، اللي قدمتم ما قدمتوه الله ان شاء الله مسجل كله عند اهل البيت والنعم، حياك الله. إننا للموت عشاق الحسين، إننا للموت عشاق الحسين، إننا للموت عشاق الحسين، إننا للموت عشاق الحسين. يا حسين ابن علي زمزم يا قلبي مناش، نومي مولاي ام حسين بوتشكن اهلي مناش، يا حسين ابن علي زمزم يا قلبي مناش، نومي مولاي ام حسين بوتشكن اهلي مناش، هر شي مشكر بلا خونا يا عشق اسمي حسين، هر شي مشكر بلا خونا يا عشق اسمي حسين، كربلا ايوم واسما جزء ان انجمنا، كربلا ايام واسما جزء ان انجمنا. فخرنا فخر الخدام في طريق المكرمات، فخرنا فخر الخدام في طريق المكرمات، عهدنا منذ الولادة وسنبقى للممات، عهدنا منذ الولادة وسنبقى للممات. إننا للموت عشاق الحسين، إننا للموت عشاق الحسين، إننا للموت عشاق الحسين، إننا للموت عشاق الحسين، إننا ثورة أنت إليها قائدا يا ابن الأغر، يا رشيد الفكر مهد للإمام المنتظر، ثورة أنت إليها قائدا يا ابن الأغر، يا رشيد الفكر مهد للإمام المنتظر، راية تتبع راية عهدنا دم النحار، راية تتبع راية عهدنا دم النحار، من دماء الصادقين خط لك هذا السطر، من دماء الصادقين خط لك هذا السطر. إننا للموت عشاق الحسين، إننا للموت عشاق الحسين، إننا
الخيم لما نبدا فرض العهد وذن حبيب اشهد ان بقلبي غيرك من وجد من بي طلقت طلقتها الدنيا لجلك للابد ووالد وما ولد يقول هو الله احد يقول هو الله احد لبيك يا ابن الطاهرة. بروحي طق حبك عريك ولما نطلع شيف العشق غزلها بمحبتك اجل وهذا الاجل اتنا الطارة من خيام الصابرة ربتنا غيرة حيدارة ما نتخذ ليلك جمل لبيك يا ابن الطاهرة. سكتت الدنيا من بدا عابسي بس من سورته حاء وسين ثم ياء ثم نون آيته غار الغرام قراهته في وحي الغيام وصيحته حب الحسين جنني هل من منافس جنته هل من منافس جنته لبيك يا ابن الطاهرة. كن فيكون تجننت شلون ابتعد من شي يبيت ومو بالمشي بمن الازل روحي بجنون مبشرة من خيام الصابرة ربتنا غيرة حيدارة ما نتخذ ليلك جمل لبيك يا ابن الطاهرة. الأشوس الأقعس قسم والخدري وخيام الخدر أنا زهيري وكعبت خيامك يا بنت فارس بدر لو ألف مرة أنذبح وارجع ألف مرة النشور اسماعيل رد وصيحتي لبيك يا أم الصبر لبيك يا أم الصبر لبيك يا ابن الطاهرة. أعزائي المشاهدين طبعا دخلنا إلى أحد المواقف وهذا الموكب يعني كبير الحجم وكذلك كبير في تقديم الخدمة الحسينية للزائرين القاصدين إلى مدينة كربلاء. طبعا اختصاصهم شوي دجاج مع الرز يعني برياني يقدمون وأيضا مياه معدنية للزوار اللي قاصدين إلى سيد الشهداء. موقع الموكب هو قرب جامع الإمام الحسن وأيضا المضيف اسمه مضيف الإمام الحسن عليه السلام. حجينا الغالي السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونك؟ شو صحتك؟ الشيبة المباركة. الله يحفظك. الله يحفظك. كلكم شيبة مباركة. الله يحفظك حجينا. الله يبارك فيك. الله يحفظك. شنو اختصاصك اليوم هذا؟ أنا اليوم هذا جدد عندنا احنا يوم مسندي مندي وبرياني. نعم. اليوم عندنا مندي ودجاج شوي أيضا. نعم. هاي وجبة الغداء. واحنا وجباتنا متنوعه كان عندنا كنتاكي وكان عندنا همبرجر وكان عندنا شو اسمه لحم عندنا لحم
واكلاتنا كلها متنوعه وكلها جديده يعني. يعني الزائر لازم يقدم له فشي جديد فشي منوع. نعم الله يبارك فيك. ان شاء الله ما تحس بتعب ان شاء الله. لا يا ابي شنو التعب؟ ان شاء الله. وطبعا نشوفهم مثل خليه النحل يعملون. الله يعطيهم الصحة والعافية. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. أنا خادمكم سيد الرغامي الموسوي. حي الله سيدنا الرغامي. الله يحفظك يا سيدنا. أنت دائما مدنق بالقدر. والله يعني احنا شرف أن هذا مدنق بالقدر. ما تحس بتعب؟ لا ماكو تعب لأبو عبد الله إن شاء الله. وجود الله يحفظك إن شاء الله. ممنون. شو تشعر سيدنا وأنت تقدم هاي الخدمة؟ والله أشعر فخر. فخر أخدم أبو عبد الله الحسين وخدام أبو عبد الله الحسين وزوار أبو عبد الله الحسين من كافة الجنسيات. يعني هنا بكربلة كل الجنسيات تسقط ويصير جنسية واحدة هي زار الحسين. واتمنى إن شاء الله يعم علينا هاي النعمة إلى مدى الحياة ويوفقنا إن شاء الله. الله يحفظك سار. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يحفظك. الله يخليك. عمار زين دبي. عمار شلونك؟ ان شاء الله زين. الله يخليك. عافيه عمار. الله على وجهك. ما تعبان؟ لا نعمه هاي بركه. الله يبارك فيك. بركه الحسين. حياك الله. ايضا احنا متواصلين وياكم ونشوفون من شيبه الى شيبه. هذه الشيبه المباركه، الشيبه المعطاه حجينا الغالي. هنيئا لك هاي الخدمه. اشكرك من الجميع والله واجب. اهلا وسهلا. تشعر وانت تأدي هاي الخدمه؟ الصبح لليل. نعمة من الله هاي. نعمة. انت بعد ما تنتهي الزيارة ما اعتقد تشتغل هذا الشغل؟ لا ما تقدر. بعد وين القى مثل هيك؟ والله ما القى مثل هاي والله العظيم. الله يوفقك عيوني كل الهلي ان شاء الله. حجينا الغالي السلام عليكم. طبعا احنا راح نوصل للحجي عبد الامير الكعبي، الرجل اللي دائما كل عطاء حسيني وموفق الى خدمة الامام الحسين. قبل لا نروح الحج عبد الامير ايضا عندنا خادم. السلام عليكم. شلونك؟ ان شاء الله زين. حياك الله. الله يبارك فيك. كل الهلا بك. كاظم ابو علي. كاظم ابو جواد الورد. حبيبي الله يحفظك. عم الله قاعد تقطع دجاج ان شاء الله. تسلم للحجي والحجي ان شاء الله. الحج عبد الامير وحج حمزه يصير قطع وضعنا على اوان التمام. حجينا الغالي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك؟ اقول لك موفق لهي الخدمه بالرغم انت رجال مريض وتعبان لكن من تجي هنا بكربلاء يروح كل الالم. والله يروح كل الالم ونحس بنشاط. نعم. والحمد لله هو هذا توفيق من رب العالمين يخدم زوار ابو الاحرار الامام الحسين عليه السلام. اليوم كم وجبه طعام تقدمون للزوار؟ ثلاث وجبات. نعم. الوجبه الاولى. نعم. صباحيه ريوق. نعم. بيض وقشطه وجبن. نعم. ومربى وحليب. نعم. زائدا الصمون. ايه. الظهر يوم لحم ويوم مندي. نعم. والعشاء كذلك الاكلات الغربيه. نعم. الشاورما والهمبرجر والحمد لله التوفيق من رب العالمين ونعمة من الله ونريد من الله يعني يوفقنا بخدمة زوار الإمام الحسين للجميع. حجينا الغالي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يخليك. الله يحفظك. شلونك ويا العمل؟ نعمة فضيلة. نعمة فضيلة. نعم. أعتقد الكل سنوات عديدة هنا أنتم مقيمين. الكل يعني يشوفون ويعرفون حجة حمزة حجة عبد الأمير مو؟ الحمد لله. الكل يدوكم التحية والسلام. نعم. الحمد يعني حتى هناك صار التعارف بينكم وبين الزوار. نحمد الله ونشكر. نحمد الله ونشكر. شو تقول الإمام الحسين وأنت قريب على الإمام؟ شو تقول؟ هاي قليلة بحقه. قليلة بحقه. شو؟ عايفين عوائلنا وعايفين عملنا. قليلة بحقه. قليلة. طبعا هو هذا التوفيق من الإمام الحسين. الحمد لله. الحمد لله. الله يوفقكم ان شاء الله والله ان شاء الله يجعلها في ميزان حسناتكم. نحمد الله ما قصرتوا يعني كل زياره احنا نشوف عطاكم اكثر واكثر. الحمد لله والشكر اكثر واكثر. احنا ما ننسى الناس اللي تساهم بالموكب. حج محمد الله يحفظه محمد رحيم والناس الطيبه من اهل العماره مو؟ نعم. احنا هنا ببركه الامام الحسين الله يوفقهم جميع والله يرزقهم والله يخليهم ان شاء الله ذخر لخدام وزوار الامام الحسين. آمين يا رب العالمين. إذن أعزائي المشاهدين نتواصل معكم وهذه التغطية الخاصة من مدينة كربلاء وتغطيتنا هي عن المواكب الخدمية لخدمة زوار سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. الخبر تلقى الخدامة حزمت جونش بعد تنطر فخر يا هوفة من عدهم أبد ما ظلت الخضرة بشر ما ظلت الخضرة بشر لا
لبيك يا ابن الطاهرة. عذرا بدر عذرا أوحيت أحسن ومثلهم لم يجد قطعة والدافر كل جدل وكل من نزف دم حارة. المشاهدين طبعا احنا مستمرين بتغطيتنا في مضيف الامام الحسن ونشوف الخدم كلها مشغوله وكلها قاعد تؤدي خدمه للزوار. فالان معي احد الاخوه خدم المضيف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا مهند ابو حسن. مهند حياك الله. مهند انت طبعا طباخ انا طباخ ان شاء الله بهذا الموكب. شنو الطبخ اللي تقدمه لله؟ والله الطبخ اللي جاي نقدمه اشكال. احنا صار لنا 14 يوم هنا تقريبا. يوم عن يوم يختلف الطبخ. برياني دجاج عتمن مندي اشكال الطبخ اللي ما تتصور يعني هنا. طبعا هاي العده خاصه هاي خاصه بهارات وكذا. وهاي استاذ العزيز بقى الشغله واحده انا على يقين ان كان الزائر له اجر واحد ان كان الزائر له اجر واحد فالخادم له 10 أضعاف ذلك الاجر. طبعا ليش؟ انت مثل ما جاي تلاحظ هذا الدجاج اللي طلع وهذا الاكل ما اجى عن فراغ، هذا تعب مالك 15 ساعه الخدم واقف على رجليه. هسه انت اجيت بهالساعه هاي ولقيت هذا الطبق اكيد هذا قليل بحق الامام الحسين. احنا نضحي بارواحنا ونضحي، احنا عايفين بيوتنا وعايفين جهاننا وعايفين كل ما نملك كله لاجل الامام الحسين. بس هذا الاكل اللي جاي يشوفه ما اجى عن فراغ، هذا تعب مال 15 ساعه واقفين على رجلينا وورانا عشاء وورانا ريوق. نقدم تقريبا 5 وجبات باليوم. مهند انتم راح تبقون منا بعد منا الورا 40 بيوم او بيومين الحد ما تكف الزوار كلش ترجع الزوار. لا مو على المواد، احنا مسواقنا يكون تقريبا هنا من كربلاء، بس من كربلاء لان خلصت موادنا جايبين مواد اكثر من اللازم وخلصت مسواقنا من كربلاء، بس نبقى هنا نخدم الاخر زائر الامام الحسين. الله يبارك فيك. كل الهلا بكم. يا مرحبا. طبعا شعورك شعور روحاني قريب للامام الحسين. اكيد 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 بتدي هاي الخدمه تشعر بفد شيء يعني عظيم مرفوع الراس. اكيد هذه منزله لا ينلها الا ذو حظ عظيم. نحن فداء للحسين واهلا وسهلا بكم. هذا موكبكم ان شاء الله. اهلا وسهلا موكبنا وكلهم اهلنا وكلهم اصدقائنا. كل الهلا بكم كل الهلا بكم. يا مرحبا. هل من منافس جنته؟ هل من منافس جنته؟ لبيك يا ابن الطاهرة. أعزائي المشاهدين شاهدتوا الخدمة الجليلة اللي يقدمها خدام زوار سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام من مركز مدينة كربلاء المقدسة. هنيئا لهم هذه الخدمة اللي يقدموها زوار سيد الشهداء. والكل عبر تعبير خاص، منهم من يقول نحن نعاهد الإمام الحسين بأن نبقى خدامه إلى الممات، ومنهم عاهدوا بأن يبقوا خداما للإمام المهدي وأهل البيت عليهم السلام جميعا، ومنهم من قال سوف تبقى خدمتنا إلى ظهور صاحب العصر والزمان ومستمرين بهذه الخدمة. أعزائي المشاهدين إلى أن نلتقيكم في رسالة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل بالدرة يستانس طفل، وصفنا بن خير العمل وصف الإمام من كرره. من خيام الصابرة ربتنا غيرة حيدارة، ما نتخذ ليلك جمل لبيك يا ابن الطاهرة. لبسه وقلب فوق الدرع صفه ونحر يم النحر، صفه وبرير بأوله ومن آخره اخذ الخبر، تلقى الخدامه